السلام عليكم، معكم نبيل ريسبونسابل ديال الفرقه ديال الموسيقى باند كارورز اللي كتكون من 3 حتى 4 الاشخاص. وباند كارورز جات من الالوان الموسيقيه اللي كنلعبوا، يعني كنلعبوا جميع الالوان تقريبا، كنلعبوا فلامينغو، كنلعبوا البلوز، الروك، كنلعبوا اغاني مغربيه، كنلعبوا قناويه، يعني جميع الالوان تقريبا. داكشي سمينا الباند ديالنا، سمينا باند كالرز، وفيها جوج الناس فوكاليست يعني كيغنيو، ومعنا بيركيسيون كيكون معنا واحد كيدير لانيماسيون، ترومبيت وكيدير لا دونس. وحنا يعني هاد الفكره جات من الشارع، من ستريت، يعني كنجمعنا من ستريت، وكنبارطاجيو الصوت ديالنا في ستريت، وكنبغيو نبارطاجيو الصوت ديالنا مع الناس، يعني في الشارع كدايا بحال هكايا في اكادير، وكنحاولوا اننا نوصلوا الصوت ديالنا للناس في المره والشارع العام بحال هكايا. وكنديروا ريبيتيسيون حيت صعيب انك تلقى واحد لوكال فين دير ريبيتيسيون. داكشي كندير ريبيتيسيون في الشارع، باش منها كندير ريبيتيسيون ومنها كنبارطاجيو الصوت ديالنا. بالنسبه للثقافه ديال الموسيقى في مدينه اكادير، الحمد لله كنتلاقاو يعني كيتجاوبوا معنا الناس. داك الشعور او الاحساس اللي كنعطيو في الجروب ديالنا، يعني كنلقاو تجاوب الحمد لله، وهذا الشيء كيفرحنا يعني من الصغير والكبير الحمد لله. اليوم كيفاش كتشوف الفنان المغربي صفنا الصحه الفنيه في المغرب، خصوصا الموسيقى اللي كدير؟ بالنسبه للموسيقى في المغرب اون جينيرال، يعني بعد الازمه هذه كانت فعلا مقصح كما كنقولوا بعد الفصحه هذه، كان الفنان مقصح، ولكن الحمد لله كنتمنوا انه تكون التفاتا للفنانين، يعني لانه الفنان كيعطي واحد لانيماسيون، واحد الصوره للمغرب، وكيبارطاجي واحد الحاجه زوينه، يعني كيحارب شحال من حاجه وكيعطي واحد الشعور اللي هو مزيان. بالنسبه للنصيحه اللي غادي نعطي للشباب، لانه خاصو يكملوا، يعني اللي عنده واحد التوجه، يا في الموسيقى يا في الرياضه يا اي توجه، انه يكمل ويعطي
ويتقاتل كما كيقولوا ما يئسش، لانه كاين بزاف ديال الطغاره كما كنقولوا، بزاف ديال العراقيل، ولكن المهم هو انه يكمل ويكافح، لانه غتكون ان شاء الله النتيجه، وكنتمنوا انه يكون خير ان شاء الله.